اذا الدايمنشنز اول ما نبدا بها طبعا الانوتيت هذه الانوتيت هي اول على اليسار الجزء هو خاص فقط بالدايمنشنز تمام الدايمنشن كل شيء حاط لك فيه كل الانوتيت عفوا يعني مو فقط الدايمنشنز بالانوتيت حاط لك كل شيء متعلق بالرسم بالدايمنشنز هذا يسموها انوتيت بالانجليزي ف عندنا الدايمنشنز عده خيارات مثلا الاول ما نبدا هو الالايند موضوع نركز عليه انه عفوا لما اقف على على الايقونه ينطيني شنو الفانكشن مالتها هذا جدا مهم حتى لا تنسى فمثلا نبدا بالالايند شو يقول يقول لك اثنين بين عنصرين متقابلات انا اقيس لك الدايمنشن فراح اضغط على الالاين الالاين عفوا راح اقول له مثلا اريد هذه الغرفه من السنتر دي اخذها ليش من السنتر دي اخذها هذا الدايناميك شوفها السنتر لاين كاتب لك فمثلا انا اريد من الوول فيسز من الداخل للداخل راح اغير الوول فيسز فايش راح انطي طبعا هو دا يسويها يصير ازرق اضغط عليه واضغط على الصفحه الثانيه راح ينطيني 365 بالشنو السنتيمتر بالسنتيمتر هذا البعد بالسنتيمتر تمام أوكي. طيب عندنا بعد بعد خلينا ناخذ مثلا نروح على انوتيت عندك هذا اللينير تقريبا نفس الشيء بس هذا اللينير شوف شو يقول لك يقول لك يعني ممكن هوريزونتال فيرتيكال شلون تريد اسويك اياه بس لازم هوريزونتال لو فيرتيكال مو الايند يعني مو على ضوء الاوبجكت اللي عندك المتقابلات الدايمنشن طبعا احنا ما عندنا عنصر هنا مايل ولا واحد تمام ما عندنا ف يعني هذا يقيسه وكله يقيسه تمام كله يقيسه لانه قلنا شنو اللينير اللي هو two reference points ما ادري ايه ما اخذ ايه شوف هذا استاذي يدور reference يا لا لا ايه لازم يريد reference ايه بالضبط هذا اللينير يختلف اللينير يريد reference يعني يريد نقطة مرجع من عندها يقيس لك شلون العفو استاذ محمد؟ بس يعني مثلا مو ادوس على الجدار ادوس على الجدار المقابل يطلع لي الرقم اوكي بس لين اريد ادوس يعني اوكي اثبت من تدوس برا مو انت تاخذ هذا لا لا ما فهمت لينير ما الاينمنت الالايند هسه انا هذا ثبت عندي اذا اختار هسه هذه وهذه واضغط كليك الاخرى ثبت تمام وهذا اختار وول فيسز شوفه لا هو يطلع يقول خلي اشوف لازم تختار يلا ساعدك انا اختار وول فيسز اوكي طب هسه اختار نجي اخذ هنا طيب اجي اخذ هنا يطلع هذا اوكي تمام انطيك هذا لينير بعد لا تستعجل على شغله التكميل الان اكو موضوع حسب هذه الدايمنشن اللي خلونا باللينير قبل ما عفوا بالالاين قبل ما نعبر قلنا هذه بالالاين اذا تشوفون هذه ممكن انت كانت عندك متغيره اذا تشوفون هذه الانديفيدوال ريفرنسز عفوا يعني الواحد واحد خلينا نقول يعني شوف هذه هسه لما اضغط فيس تو فيس خلينا نقول هذه من هنا الى هنا هذه فقط ممكن ايضا اطلع قبل اكمل تشوفون وياي ممكن اكمل واطلع برا مثلا واخليها اثبتها اللي هو individual reference يسموه يعني
يعني انت تختار الريفرنسز النقاط اللي راح يسوي بها الدايمنشن. للسهوله خلي اشيلها اكو للسهوله عفوا لما تروح على الالايند اكو انتاير وولز. هذه انتاير وولز لما اختارها شوف شو انطيني، انطاني الان كل الجدار تمام. خلي نقول مثلا انا اريد كل الجدار اللي هو 17 متر، واريد ايضا هذا الجدار كله اللي هو 11 متر. هذا بعد شنو؟ بعد ما قلنا له انتاير وولز. اكو هذه الاوبشنز اذا نضغطها ونضغط على هذه الاوبننجز كل الفتحات، انا اريد ايضا مو بس الجدار، اريد حتى الفتحات وياه، سواء كان جدار او باب او اي فتحه اخرى يعني. طيب اريد يقيس لي السنتر مالها فقط لو العرض، اقول له اريد مثلا العرض على سبيل المثال. لازم تختار الانتاير وول حتى تتفعل، اذا ما تختار الانتاير وولز كل الجدار ما تتفعل عندك تمام. اقول له اوبشنز، اختار الاوبننج، اختار مثلا العرض، راح اقول له اوكي. الان لما اختار الجدار كل الفتحات راح ينتقل الابعاد مالته مباشره. بس اذا الدكتور العفو اي aligned بالريتيت aligned هذه wall faces كل قياسات هو ينطيك اياها من وحده. هذه wall faces، هذه entire walls ما نخليها individual references. اذا خلينا individual references الاوبشنز اصلا غير فعاله تكون، فاغيرها الى entire walls. اروح على الاوبشنز، شوف بالاوبشنز شو يقول لي؟ يقول لي الاوبننجز ايضا وياها هو اوتوماتيكيا ياخذ الحائط وياخذ الاوبننجز اللي بالحائط ياخذها ريفرنسز ايضا يقيس لك اياها. ف يريدها من تريدها من السنتر لو من العرض يعني عفوا يعني ينطيك مثلا بس سنتر الجدار الشباك او سنتر الباب فقط، او تريد مثلا ينطيك العرض ماله. فانا راح اختار مثلا هالمره خل اختار السنترز، اريد السنترز، فبس اختار الحائط واصعد لي فوق، شوف انطاني كل السناتر. تمام، خلي اسوي لها بيسينج. هذه نفس الحاله، هذا الحائط عفوا هذا الحائط نفس الحاله. هذه اذا اردت السنترز، بس احنا اكثر المرات نسوي الـ 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 نختار الـ 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 العرض او بس الجدران، او ما راح تختار العرض يعني نحتاج مثلا الشبابيك ايضا وعرضها والبوب. تمام، هذه كلها هو ينطيك اياها. تقدر شيء عدل او ما يصير على طالب واحد هسه بعد الـ بعد الـ بعد شو اسمه، شوف هذا الكليك اذا ما اذا تغيرت ممكن لا المسح قصدك مسح المسح الا كلها المسح الا كلها. بس اذا تريد تغيرها مثلا يعني هذا الشباك هسه ايش قد عرضه؟ 180، او مثلا من هنا عندك ايش قد؟ 78. طبعا هذه بالمناسبه زين، هذه طلعت شو اسمها هذه النافذه، اذا اريد اغير هذا الرقم برقم اخر مثلا، ما اغير البعد بس الرقم المكتوب، بس المكتوب يعني اكتبه يعني مثل ما يقول اريد اكذب عليهم. نفس الراسك هذا تكست عفوا، لا لازم اكتب تكست عفوا. هذا هذه طبعا لازم اكتب تكست، بس حتى يقبل الرقم لازم احول الرقم الى تكست. فمثلا اريد 90 احط له والله شنو نحط له؟ مو نقطه، شنو نحط له؟ نقطه قبل ونقطه وراه، او نقطه بالعكس حتى يتحول تكست. ايه نقطه وراه ونقطه قدامه حتى يتحول تكست. يعني احنا هذه ممكن خاف تحتاجوها يعني، بس ان شاء الله ما تحتاجوها. والله شوفنا كلها حزنيه، ما راح نكمل نعدل فيها. اكو غير الوول فيس دكتور، اكو شلون استادي؟ هذه ايضا استادي لما اوبس، هذه اذا نختارها اذا تشوفون هذه شو نسميها الحقول، اذا تشوفون هذه الحقول تكتب لك فوق الرقم او جوا الرقم. مثلا انا اريد احط بعده سنتيمتر، فبس اكتب بالسفكس اللي بعده يعني اكتب سي ام، شوف صارت سي ام. تمام،
او جواتي تكتب جوا مثلا سي ام مو فوقه سي ام ما اريدها بجانب اريدها جوا اكتبها سي ام راح تطلع جوا راح تطلع جوا تمام انا ما احتاجها حاليا ليش ما احتاجها هسه نجي الى الموضوع ليش ما احتاجها خلي الرقم على ما هو عليه طيب خلونا نحط الابعاد هذه ايضا الجوا entire options with تمام فعالة احتاجها مثلا من هنا على سبيل المثال احتاج اسوي مثلا بعض الغرف اخليها individual references مثلا هذه الغرفة هذا مثلا اريد ايضا البعد ماله هذا الان ايضا اريد البعد ماله وهذا ايضا يعني لا على التعيين بعض الابعاد نحطها هذه بعض الابعاد اكتبها هسه بس اي بس احنا هاي الابعاد هذه اخذها يعني صافيه نيتر يعني بس عندنا هاي اي هذا من الداخل يقول حاسب الجبسن حاسب الامور كلها احنا اذا ضايفيها اوكي اذا ضايفيها محسوبه طبعا زين هسه انا ضايفها اذا مسوي بس داخل قياس مال بس اللوك ممكن بس ال يعني هذه ستار غير الحياطين السنتر اوف كور نرجع ارجع واذكر احنا اذا صادنا السنتر مال الكور يعني مثلا انا اريده من سنتر الطابوق مو من سنتر الانهاء فانت اذا عندك اكثر من احنا هذا الجيتار مالنا بالضبط تاخذ سنتر الكور سنتر الكور شنو هو الكور مالنا مثلا هسه اذا حوله اي موجود هي فيس او سنتر فمثلا انا شوف هسه الان شنو طاني هذا الفيس مال خل ازوم شوي شوف هذا واحد من الفيسات مال الكور واذا ارجع بعد لي ورا هذا الثاني تمام هذا الفيس ماله اذا خلي اخذ السنتر بالله هذا شوف هذا السنتر هو القفل سنتر الطابوق مثلا خلينا نقول او شنو اللب الحائط يعني تعرف عاده يعني اكيد ابو خريطه يعني مين يشوف هيك سوري هو اي نعم مساحه اصغر اي ما يحبها انت شو تسويها حولها بالمتر وما عليه 4 5 تعطيها 3 حولها بالمتر حولها بالمتر ياخذ 4 متر شوفها كبيره الدكتور سؤال هسه عندي شغله اخذت هاي بعد ما شوي شوي الباب هذه اخذت طلع بيها باب وبزلف مال باب اي رقم الباب والزلف من واحد فوق الاخر اي اقدر اسوي المفروض هذه تسحبها او هذه والله تفتح القفل القفل مفتوح المفروض المفروض هذه تنسحب اي تنطيها مثلا الى هذا الرفرنس تاخذها شوف استاذي مثلا انا اريدها مو لهذه الفتحه اريدها لهذه الفتحه تفضل تمام هذه النودز الصغار تمام تمام الان عندي ايضا مشكله اخرى ممكن انا اريد اغير مثلا اريد اغير لون الابعاد انا هذا الاسود ما يعجبني على اعتبار انه انا اصلا منطل شو اسمه بالاسود الحائط بالاسود وكلها بالاسود فاريد اغير لون الابعاد لانه انا ليش طبعا ذني دا اتكلم عنها لانه ذني انا شايفهم بالخرائط اكثر شيء ذني يغيرون يعني لون الابعاد دائما يغيرون ما يخلون اسود بالاخراج يعني دائما الاسود ما يخلون يغيرون فانا اريد اغير الابعاد راح اختار البعد يعني واحد من عندهم واروح على اديت تايب نفس الحاله راح اسوي دوبليكيت ايش راح اسميه ماي دايمنشن راح اقول له اوكي طبعا هذه مو بس تغير لك اللون تغير مثلا عشان مثلا شوف هنا انت عندك منطيك الكونتينوس اللي هو السترينج تايب الكتابه السترينج مستمره الكتابه هذا الليدر اللي هو المؤشر عندك مثلا التيك مارك خلي نزودها للتيك مارك التيك اللي هي هاي مثلا راح اسميها خلها احط مثلا هذه الفول دوت على سبيل المثال طبعا راح اقول له اوكي شوف شلون صارت دوت هاي التيك هيك اللي ما اعرف يسموها هي التيك يسموها مثلا اريد اسويها
اوفنا من هذه، بس هي افضل شيء طبعا التك يعني. ها مثلا سهم، اكو كثير ما يستخدمون سهم، كثيرا ما يستخدمون سهم. اي الارو تختار هذا تغيره منين؟ من التايب، من الاديت تايب. اللاين ويت مثلا اللي هو وين، عفوا هذا اللاين ويت اللي هو الفخن الخط، سمك الخط يعني الواحد. يعني كثير امور هي بها تغيرها، ما اريد ادخل بها كلها واحد واحد. احنا اهم ما بالموضوع عندنا مثلا اللون، هذا اللون. بس دكتور سؤال، المؤشر مين ما اللون حاليا؟ هسه المؤشر مين فكر؟ غيرنا اللون صار احمر. المؤشر المؤشر هذا ال 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 التيك مارك، تيك مارك. انت شو تريد؟ اكل ارو، اكل هو شنو كان؟ كان دياجونال هذا. تمام، شلون سويناه؟ سويناه احمر مثلا يعني. تمام، هذه طبعا ممكن يعني كل الامور ممكن تغيرها مال مال وين اللون دكتور؟ هذا اللون، كل اللون دكتور. ماكو باكيت يعني كلهم لا، انت شو تسوي العاد؟ اذا تريد تغيره كله ازرق تسويه بسهوله تك ممكن. ها خوش. انت مثلا اكو ايضا هسه انا اختار، ذكرون قبل البارحه او ما اعرف شو كنت قلناها، اكو سيلكت انستانسز، ذكروها سيلكت اول انستانسز ان انتاير بروجكت. تمام، الان اختار ليها، بس هذا ما مختار طبعا، هذا لين ازرق سوى عندنا مشكله، خلينا نحاول غير شيء. خلينا نحاول احمر. فشو بدي اسوي؟ اسوي سيلكت انستانسز اول انستانسز عفوا ان انتاير بروجكت. شوف الان كل اختير، بس هذا الاحمر ما اختار. ليش؟ لانه الاحمر مو نفس الانستانس، مو نفس التايب، غير شكل. فانا اريد اختار كل الدايمنشنز، او مو بس الدايمنشنز، اختار كل البو، مو بس الباب ابو 90. اذا اريد مثلا بس ابو 90 نفس 14 اسوي اول انستانسز. اذا اريد مثلا الشباك ابو الـ ابو الـ ابو المتر اروح عليه واختاره وادوس كليك يمين واقول له سيليكت اول انستانسز. هذا بس اذا انا اريد مثلا كل الشبابيك او كل البوب او كل الابعاد او كل اي شيء بغض النظر عن التايب ماله، راح اختار بالماوس هذه تعرفوا هذا السحب من اليمين على اليسار كلها راح اختارها. مثلا اكو هذه فلتر راح تتفعل، هذه فلتر اضغطها اطفيهم كلهن واقول له اختار لي بس الدايمنشنز او اي شيء اريده. طبعا راح اقول له اوكي، راح يختار لي بس الدايمنشنز. اجي اختار اللي سويناها الدايمنشنز اللي هي ماي دايمنشنز، كلها راح تتحول الى دايمنشن حمراء. مثلا بالماي دايمنشنز اكو اوبس اكو شغله مهمه اريد اغيرها اللي هي شنو؟ حجم الخط. شوفونا بالله حجم الخط، هذا التكست. تمام، هذا نوع الخط عفوا، وهذا حجمه. فمثلا اريد شوي اكبرها، خلاص اسويها 5. تمام زين، الان الوحده مال شو اسمه شنو مال الدايمنشنز؟ ممكن اغيرها من هنا اليونس فورمات. يعني شوف، اذا تخلي هذه فعاله شو راح يصير عندك؟ راح ياخذ لك مال المشروع اللي انت سويتها سويناها بالبدايه، تذكرون اللي سويناها بالبدايه، راح يسويهن منين. اذا انا اريد اغيرها مثلا اريدها بالمتر، اريد الابعاد مال الابعاد بالمتر، راح اقول له اوكي. بس شنو بالمتر راح تاكل من عندي؟ ها اذا تريد مثلا قبل شوي مثل ما قال، اذا تريد تشوف الغرفه الكبيره تسوي لها بالمتر. فايش راح اسوي؟ راح انطي ديسيمال بليسز اللي هي راح اسوي مثلا مرتين بعد الفارزه وخلي يكون بالمتر. فايش راح يصير عندي مثلا؟ راح يصير 3 امتار و65 حجمه شويه صار كبير، خليها غيرها حجم الخط. خليها اسوي 4 مثلا، يعني الان صارت عندي بالمتر كلها من الاديت تايب. بعد ما اسويهم كلهم تايب واحد، اسوي تايب خاص بي. طبعا يفضل انه اسوي تايب خاص بي، يعني انا اسوي اديت تايب،
واسوي تايب خاص بي حتى براحتي اعدل وكذا. الاصلي ما يتاثر، الاصلي ما يتاثر. فبعد ما اختاره وكلهم اسوي تايب واحد، شلون اسوي كلهم تايب واحد؟ قلنا نختارهم كلهن من الفلتر، نختار ليش قلنا على الفلتر حتى كل الدايمنشنز اختارها واسوي كلهم تايب واحد، وبعدها ارجع اشتغل. او يعني ممكن مثلا بعضهم يقول لك اني هذه التايب اريد لونها مثلا اصفر اللي بداخل البناء، فراح اختاره بهذا الشكل مثلا، تسوي دايمنشنز اقول له اوكي فقط دايمنشنز، اختار لي الان كل الدايمنشنز اللي بداخل البناء. راح اسوي دوبليكيت، راح اسوي ماي دايمنشن انسايد مثلا، اكتب وفد شيء يعني، هذه ما اريدها حمراء مثلا، اريدها صفراء او خضراء خلينا نسميها، هذه اريدها خضراء. شوف استاذي الان ما يبين منها كل شيء، الان خضراء بس شنو، ما مشكله. هذه صارت تايب اللي داخل البناء، واللي خارج البناء صارت تايب ثاني، فاسوي له اديت تايب اغير براحتي كلها راح تتغير. مثلا اريد اسويها صفراء. ايه طبعا انت حتى تطلع لك بروبرتيز مالتها لازم تاشرها، لازم تختارها، مو بس هي لا انت انت بس تختارها بالبدايه تسويها كلهم تايب واحد. شلون تسوي؟ ايه ايش بيه؟ يعني صار اخضر. هو انت اذا صارت كل تايب استادي من تختارها، لما تدوس ايديت تايب كل اللي هذا كل الابعاد اللي بهذا التايب راح يتغيرون. شو يتغير هسه الان هنا؟ بس اللي تغيره هنا مباشره راح يغيرك بس اللي مختاره انت، كل الاليمنتس مو فقط دايمنشن، كل الاليمنتس اي شيء تختاره وتغير بهذه النافذه يتغير بس هو. بس اذا سويت ايديت تايب كل اللي نفس التايب راح يتغير. انت بس اذا هو الفلتر ايه صار تمام. هسه انا مثلا على سبيل المثال شريد اريد اختار بس البوب تمام، بس قلنا اذا الباب نفس البعد كليك يمين سيليكت اول انستانسز وان انتاير بروجكت. شوف الان شو اختار لي البوب اللي نفسه، هذا ما اختاره مثلا بينما هذا مختار، هذا اختاره وهذا اختاره. ليش؟ لانه هذه نفس التايب نفس الانستانس بس هذا ما اختاره، بس انا ما اريد ايش، انا اريد كل البوب كل البوب. شو اسوي؟ اختار كل اختار كل البناء او كل الرسم او المكان اللي اريد اختار من عنده، راح اسوي له فلتر. شو يقول لك؟ يقول لك انا هسه هذني كلهم داخلات بالاختيار. مثلا عندك 13 بعد وخمس بوب وفلاورز ارضيه اثنين وجريدز تسعه والى اخره. فش راح اسوي؟ راح اسوي له تشيك نان حتى كلهم لا يختارهن. اقول له انا اريد بس البوب، اختار لي بس البوب. راح اقول له اوكي، راح يختار لي بس البوب. الان بس البوب اختارت وراها يعني. الان تيجي تعدل على البوب، شو تيجي تسوي لي البوب؟ عدل. فهمت شلون؟ مثلا هاي الارضيه مرسومه والجدران مرسومه المعرفه. ها هسه مثلا انا اريد اختار قبل ذكرهم اللي حكينا البارحه على التاب بالسلكشن. الان اذا دوس تاب تاب هذه فلور صح؟ اذا اختارها راح يختار لي الفلور بس حتى ما تبين عندي، بس هو مختارها. ليش؟ لانه بالبروبرتيز طلعت بس ما تبين عندي. ليش؟ لانه حطينا كلرز، مو حطينا كلرز فما تبين عندي تمام. لذلك قبل ما نروح لذلك خلونا بالاختيار. انا اريد اختار الفلور بس ما اريد بهذه الطريقه اللي هي التاب. فش اسوي؟ اختار كله مثلا واقول له فلتر واقول له تشيك نانس واقول له اختار لي الفلورس واقول له اوكي. هسه المفروض هو مختار الفلورس بس هو مختار اكثر من فلور. ليش؟ لان احنا عندنا فلورين، عندنا هذه فلور وهذه فلور، فهو مختار من الاثنينات تمام. نحكي شوي حتى ما اقول لك لا قبل ما خلاص لازم نحكي على الفيو. اكو موضوع، موضوع الفيو. شوف الان لما سوينا احنا مو خربطنا بالفيو، سوينا كثير مشاكل. قبل ما تبدا ممكن تسوي دوبليكيت للفيو تمام، ممكن تسوي دوبليكيت للفيو. هذا بيه اكثر من خيار. يعني انا حتى مثلا قبل شوي اذا شفت من اخترنا الفلور ما طلع عندي،
ليش يعني حطينا فوقها الوان وما ادري حطينا رومز وما ادري حطينا فوقها فما يظهر عندي. فايش اسوي؟ اسوي دوبليكيت فيو، هذا اشتغل عليه براحتي كفيو فقط. واضحه الفكره بين الفيو وبين وبين العنصر نفسه. يعني قبل شويه شوف الان خل اشوفكم شغله. اذا نروح على الرايت باي كاتيجوري، اذا احول هذه الى هاش مثلا، اذا ارجع هذه نعم لانه سويناها اني جرافيكس عفوا كل الفيو هذه، المفروض اختار بالفيو هذا اسوي له ديبندنت، بحيث يصير عندي اذا اسوي ديبندنت الان المفروض انا سويته ديبندنت عفوا، ديبندنت يعني معتمد على اللي قبله. الان المفروض اذا اغير هذا ما يتغير هناك عندي، ما يتغير ذاك الفيو عندي، لانه دش دا اشتغل اني انا دا اشتغل بس فيو. يمكن المعلومات صارت اكثر من اللازم بس ما يخالف، بس ارد اشوفكم الفكره لان احنا بقعدنا بس يوم الاربعاء. ارد اشوفكم الفكره انه شنو اكو موضوع، اكو قابليه بالبرنامج. قبل شويه قلنا الاوفر رايد ان فيو، فقط الفيو دا يغير، ما يغير بالعنصر نفسه، فقط الفيو دا نشوفه. الفيو يعني بس مجرد نشوفه بالحاسبه بالضبط، بينما اساس العنصر ما تغير. والدليل لما سوينا دوبليكيت، لما سوينا فيو اخر سويناه ديبندنت. يعني شنو ديبندنت؟ عفوا سويناه اندبندنت يعني غير معتمد على الفيو الاول. كليك يمين دوبليكيت فيو، سوي بس دوبليكيت. انا سويته قبل شوي ديبندنت خطا طبعا. سوي دوبليكيت، لما تسوي دوبليكيت لما تغير واحد من الفيوات الفيو الثاني ما يتغير عندك. فمثلا ها اريد اجي للغرض، ليش انا احتاجها؟ مثلا انا بدي اشتغل الان على مشروع كبير، فجاني شخص واريد اسوي له، اريد اخرج له هذه تمام، بس ما الشخص ما يريد فقط هذه، يريد يشوف ال 3 دي ايضا، او يريد يشوف الفيو مال خلينا نقول مال الارضيه. الارضيه وينها؟ الارضيه ما عندي هنا، خلينا نشوف، خلي نروح على هذا الديبندنت، خلي نشيل هذني الالوان. لازم نشيل التاجز طبعا، يحتاج نشيل التاجز ونشيل الرومز حتى يطلع عندي، حتى يظهر عندي الفلاور. بس اريد اشوفكم ان شاء الله الفلاور، سوي فلتر تشيك نانس واقول له فلاورز، اقول له اوكي. الان اذا تدي تشوف الفلاورز مثلا ايضا بفيو اخر، اذا انت مسوي تاج للروم سوي له تاج، ما يظهر عندك الفلاور، ما يظهر عندك يعني الارضيه. فايش تحتاج تسوي؟ تحتاج تسوي اكثر من فيو. واحد من عندنا مثلا تشوفه ب الالوان، تشوفه ب هذه الالوان مثلا، واحد تشوفه ب الدايمنشنز، واحد بدون دايمنشنز، كانما تفتح نفس اللوحه نفس الطابق، اكثر من لوحه نفس الطابق. بالضبط، اكثر من لوحه نفس الطابق. واحده تشوف فيها مثلا دايمنشنز، واحده تشوفها بدون دايمنشنز، واحده تشوفها خلينا نقول تاجز يعني الاسماء الغرف، واحده بدون اسماء الغرف، وحدة مثلا تشوفها بها الشبابيك، وحدة ما تشوف الشبابيك. لا هذا القصد. بس شنو؟ انت العناصر الرئيسية ما تأثرت عندك، موجودة العناصر الرئيسية موجودة، فقط بالفيو تشيلهن. وايضا عنده ظهره بال اي موجودة طبعا. طبعا تقدر اذا مباشرة تغير اسم، تنطي اي اسم مثلا، خلينا نسميها بدون الوان، بدون الوان مثلا تمام. اكيد طبعا ايه تمام. هذا القصد من انه ممكن تسوي اكثر من فيو، ممكن تسوي اكثر من فيو. ها ايه تسوي دوبليكيت. موضوع الكومبوننت شنو؟ اللي هو شلون نضيف الكومبوننتس اللي هو الاثاث، خلينا نسمي الاثاث مثلا، اجلكم والله المقعد مال الحمام، الغربيه، البانيو، الكراويته، يعني الميز والى اخره. هذه ليش اريد انطيكم اياها؟ لانه ان شاء الله حتى كل واحد من عندكم بالمحاضره القادمه اللي هي بعد باكر يجي راسم لنا خريطه اضافيه بها حتى الكومبوننتس. احنا الان كل شيء نقدر نسوي، ماكو شيء ما اخذناه، كلها اخذناها بناء من الليفلز الجريدز الوولز والى اخره. بقعد عندنا بس الكومبوننتس، نقص عندكم حتى نسوي خارطه متكامله تقريبا ممكن نخرجها.
فهذه الكومبوننتس نختارها من الاركتكتشر اكيد ناخذ الكومبوننت طبعا نسوي سيف ها كومبوننت اركتكتشر كومبوننت هذه الكومبوننت الان اذا تشوف على اليسار ايش عندكم على اليسار مثل ايش انتم ايش عندكم عيونكم كمبيوتراتكم ايه بس ليش لانه هذه الفاميلي ما مسوي لها ما مسوين لود للفاميلي ها قضيها ميوزة انتوا عطوا ميوزة تمام فمثلا انا بدي احط ميز على سبيل المثال راح اختل ميز شوفوا الان الميز اريده مو بهذا الاتجاه اريده بالاتجاه الثاني نفس الحاله تذكرون الباب والحائط بالسبيس يفتح تمام طبعا هذه الفره مالته مو فقط ب 90 درجه الفره مالته ايضا تعتمد على العنصر مثلا انت عندك عنصر خلينا نقول منحني لما تخلي الماوس عليه وتفر راح يفره بزاويه المنحني اللي انت بخلي الماوس عليه بالسبيس بس هسه يفره 90 على اعتبار انه هي ماكو اصلا بس 90 فراح اخلي مثلا بطل الماوس ما يمشي راح اخلي هذا ميز هنا مثلا و خلي اقلبها اخلي ايضا هنا ميز مثلا على الرغم من ان هي استقبال بس لا ضير تمام هذه مثلا ميز اريد الان اخذ مثلا مقعد مال حمام فخلي اشوف عندي انا مقعد مال حمام انتم اتوقع ما عندكم يمكن انا مسوي له لودينج سابقا هذه مثلا لا ما هذا ما شاء الله تعالى عندك خوش مكتبه ها اسوي شنو عندي شجره اسوي لود فاميلي واروح وين على اليو اس ميتريك هذه بعد نعرفها ما يحتاج عيدها صح لا 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 على اليمين ما تسوي ديت تايب هنا ما نسوي ديت تايب نروح مباشره لود فاميلي على اليمين بعد ما تختار الكومبوننت تاخذ لود فاميلي اذا ما عندك فعاله مثلا انت رايح غير وحده تروح على الموديفاي هذه موديفاي او بليس كومبوننت تروح على هذه من عندها تسوي لود فاميلي اروح وين اروح على مثلا فيرنيتشر على سبيل المثال الفيرنيتشر اللي هو شنو الاثاث تمام على الفيرنيتشر بس فيرنيتشر لا بس فيرنيتشر حاليا بس فيرنيتشر فمثلا بيتس اللي هو السرة اريد على سبيل المثال هذا السرير اختاره راح اقول له اوكي اوبن عفوا راح يتفعل عندي اخليه مثلا افره اريده بهذا الاتجاه بهذا المكان مثلا تمام هذا بالنسبه لل كومبوننت لود فاميلي اريد اشوف مال الحمام ايش عندنا بالله بالحمام بيت سيتي ها الحمام مو هنا طبعا خلونا هسه قبل ما اروح الحمام ايش عندنا هنا عندنا مثلا هاي سيتينج السيتينج اللي هي المقاعد يعني اريد اشوف هذه مثلا الصوفة اريد اخليها بالاستقبال فيت صوفتين هذه فيت صوفتين خلي له وحده بالمطبخ تمام خلي له وحده بغرفة النوم ايه خوش غرفة نوم هذه بعدين حط الحمام من هنا كومبوننتس لود فاميلي نفس الحالة خلي نروح ندور مال الحمام الحمام مو بالفرنتشر الحمام بال ايش اسمه لامبينج بالسباكة اركتكتشرال انا حطيت التلفزيون طلعت كده ايه اركتكتشرال مثلا عندك هنا شنو عندك هنا ووتر هيتر لا مو هيتر هيتر فيكستشرز الباث تابز اللي هو ال بانيو مثلا خلينا نشوف هذا ياهو من هنا هذا مثلا خليه هنا نروح مرت اللي نسوي لود فاميلي خلينا ندور على
سبرينجين شاور سينكس هذه اجل لكم الله بس مال شو اسمه هذه مثلا هذه هذا مثلا الغربيه هذه مثلا الغربيه خليها تمام هذه صارت عندي الكومبوننتس ضفت الكومبوننتس خلي اسيف حتى لا تصير عندي مشكله اذا اروح على 3 دي هذه الكومبوننتس مالتي البانيو ليش ما موجود ورا الحائط ضامي هسه نشوفه تمام القصد هذه الكومبوننتس اللي وضعناها اللي خليناها اني والله حطيت واحد ليش صار اثنين ما اعرف ما حطينا واحد ها استاذي هذا صار عندنا الكومبوننتس شو اقدر اسوي مثلا حتى اشوفها زين هذه مزعجه من فوق طبعا خلي نطفي الشادو قلنا اذا نريد نقصها شويه نفعل السكشن بوكس وانزلها شوف الان صارت عندي اوضح هذه صار عندي هذه استقبال مثلا وهذه غرفه نوم وهذا حمام وهذا مطبخ طبعا اكو السينك والكاونتر ما اعرف ايش موجوده تفاصيل فندورها وين قلنا لما نسوي كومبوننتس عفوا لما نسوي كومبوننت نسوي لود فاميلي اللي ما عنده ما منزلها اصلا وندور عليها مثلا هذا السينك طبعا السينك انت ما تحطه بحد لا تحط اول مره كاونتر جوا تمام فهذه صار عندي خلينا نسوي ريندر بسيط خلينا نسوي ريندرينج بسيط ايش فيو ريندر بالفيو ريندر هذا عرفت شيء بسيط احنا ما نريد ان الان احنا ما مسوين اصلا شيء فيو ريندر او دبل ار ايضا دبل ار ايضا تفعل الريندر من الكيبورد لا لا اول وحده اللي فوق اول وحده لا لا ما تعشي كل شيء انت بري 3 دي يا دكتور انا عندي شغله انا بس طابتين بري 3 دي نعم ها طاسم طاقه فطاقه فوق يعني شلون شويه وهسه حكيت انا قبل شويه استاذ شو نسوي السكشن بوكس استاذ ينفعله هذا من اليسار بعد ما نختار 3 دي اكو هذا السكشن بوكس هذه السكشن بوكس هذه جدا مهمه شوف اذا نطفيها اوبس اذا نطفيها راح تطلع بنايه كامله فانا اريد اقصها لمستوى معين بال 3 دي طبعا ايضا نفس الحاله بالنسبه لل 3 دي شو اقدر اسوي اقدر ايضا اسوي له اجعله 3 دي فيوز هذا 3 فيوز ايضا اسوي له دوبليكيت اسوي له دوبليكيت خلي يبقى هذا على حاله هذا اللي بي دوبليكيت اقصه مثلا وين السكشن بوكس هذا السكشن بوكس شنو ريندر لازم ازوم او ثاني ريندر لا لا طول طبعا اذا تزو يعني كل ما تكبر المساحه شوف استاذي فهذه تقصها مثل ما تريد تنزل تصعد اذا نجي عليها من الصفحه نشوفها من الصفحه شوف استاذي هذه هذا السهم هو اللي فوق جوا يمين يسار مين تي تقصه قصه دكتور انا فاهم اندر هذه هسه اجيكم ما يفرق اي شيء اي شيء مبدئيا فهذه ال 3 دي تختلف عن هذا ال 3 دي اسوي دوبليكيت اذا اريد العب بال 3 دي فيوز يعني اريد اكثر من فيو اسوي دوبليكيت للفيو سواء كان 3 دي او 2 دي